أهلا وسهلا ومرحبا بكم في أول حلقة من The Challenge. حلقة ذي للميسيون ذي ديستيني للسبورتيف، كلها دي كويز سبورتيف. معنا اليوم زو الضيوف، باش نبدأوا نرحبوا بالكبير ولا نبدأوا سيد أحمد؟ نبدأوا سيد أحمد الصالحي. طويل وفما الكبير في العمر. لا لا نحكي بالكبر في العمر والتجربة. نبدأ بالشيخ. نبدأوا بالشيخ أحمد الصالحي، مرحبا بك سيد أحمد. أهلا وسهلا رغم، يعطيك الصحة أخوي، جبت لي أدفرسير قوي شوية ومازال صغير ومخه فريشك ويتبع بروشي على الفوتبول انترناسيونال. نورمال بالعكس. إيه ما هو جيب لي متدرج على الأقل، جيب لي منافس على الأقل في المتناول. علاش تحطني ديريكتومون مع كونكيرون باش ياخذوا التيتر؟ نبدأ بالدورة التمهيدي وإحنا ماشيين. فريق الصومالي دي دي كاكا ولا دي 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 كدا دريكت مو جبت الأهلي. هاي ما شاء الله سيد أحمد، كارير ما شاء الله في الصحافة، في الراديو، في التلفزة. شنية أكثر حاجة طرفة صارت لك هكا في الليتيران؟ والله أنا بساعة أنا ولد التلفزة الوطنية، تقريبا 25-26 سنة في التلفزة الوطنية. تذكرهم ونكد عليهم. لا في التلفزة الوطنية أنا مسؤول على مسؤول على الرياضة في قسم الأخبار. تتصور أنت من عام 2001 وخذيت حتى شيف سيرفيس سبور في التلفزة وكل شيء، وعملنا بدي برودكسيونات حاصلوا. مش هذا المهم. مش نجي نحكيوا على روحنا هنا في بلاتو، المهم هو الفوز. لا أنا سألتك على أطرف حاجة صارت لك سيرتها. والله سيرتها مرة أنا نعمل في لايف وقت يظهر لي سي سي سو الإسبيرونس ماتش الشامبيونا في الديريكت. يجيني أنا نحكي مع معناتها نحكي على الماتش وكل شيء، ويجيني واحد مكلي مرافقين تاع سي 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 يبوسني من أمام الرقبة. أسيني ما فهمت شيء. موجودة ريت تصير في الفيسبوك. تخيل أنت في الديريكت ومركز وماتش نتاع بطولة. هذا كان جات وقتنا تو. ترند موجود، التصوير موجود، تزدمت يعني نخز نقرا كيف اسمه خرجوا لك وقتها في الفيسبوك ما كانش بالطريقه هذه. ساعات كيدوروها كيبداو باش يسبوني يحطوا لي الراجل شي. دونك مرحبا بك سيد احمد، ربي يخليك. سي مهدي عبيد، مرحبا. مرحبا بك خويا، لاباس؟ الحمد لله، بارك الله فيك على الاستضافه. عايشك ربي يخليك، ونسلم على سيد احمد خويا وعشيري ونحبوا برشا خويا. يعطيكم الصحه، ان شاء الله الف مبروك البروجي هذا. اش يعمل كيف الملك القناه نحكي مش لي بعد القناه من نقاطيين توا ولا نقاطي توا. دونك مهدي، انت كنت في شمس توا في الاذاعه الوطنيه، شنو هي الفرق ما بين البريفي والليتاتي؟ هذا اكثر سؤال يسالوه العباد. هو في السبور ما تنجمش تحس برشا الفرق، السبور نفسه احمد يعرف. تبقى في معناها نوعية البرامج تخدمهم تتغير في الشكل، يتغير فقط معناها. ما الكورة كورة معناها، مش تبدل. مثلا شو اللي يتغير؟ كنا في برنامج في شمس يومي واخو برايم تايم وكل شيء، معناتها في البرمجة في الإذاعة الوطنية التونسية. ودايور أحمد معناها كان معايا بعد في وعلى فكره سليم راهو هزوا اعاره في الشارع ما رجعش في الاذاعه الوطنيه. ما يمشيوش برشا بالاسلوب نتاع البرامج، بالعكس اكثر برنامج تقريب معروف في الاعلام الرياضي في تونس، نحكي راديو في تاريخ الاذاعه ورياضه واهداف. هذاك اللي قاعد في نقل المباريات فقط، معناش برامج اخرى، وبالتالي نتاقلموا مع الوضع الجديد في تعليق على المباريات. وانا سعيد جدا وفرحان في موقعي، ونوجه تحيه لعرفي. اخويا عارف لازم عارفي لبيب الصغير معناها. ما نجمش مهد الدربي. ايه لبيب اعطيه علق على الدربي. والله عمري قلت اعطيني ماتش ولا ايميسيون تعرفني جمله. بالعكس والله بالحق، ناس محلاهم الاولاد الكل معناها، ليكيب الكل نتاع سبور محلاها. شي يعمل كيف كيما الاخوه نعيشوا كل، ان شاء الله واحد يقدم الاضافه، لانه داخل انت باش تقدم الاضافه بطبيعه. دونك حاضرين ان شاء الله. انا نحب جوست نعمل ملاحظه. المنافس راهو قاعد يستعمل معناها، عرفت فيك الحرب الاعصاب، الحرب النفسيه. فهمت لعب لي فيها كلي المنافس اقوى منا وحناش مرشحين اللقب. هذوما خويا راغب خافوا منهم المنافسين. شو راغب؟ هو عنده اسبقيه الميدان، عنده زاد علاقته بمول القناه، المدرب نتاعو اسلام المدب. هو هو المدرب نتاعو قاعد يحضر فيه، عنده سنين. قداش كل ليله هم يحضروا في الجمعيات والمنتخبات وكره قدم الاوروبيه. جابوني انا كاكم الخدمه. الو ايش انا عندك تشالنج؟ والله انا نقبل التحدي. فما تحامل عليك. لا فما تحس نظريه المؤامره، معنا احنا نمنوا بها برشا. فرصتك باش تربح خاطر البريود هذه انا مش مركز. لا راجل كبير باش تخرجوني معناتها كراكوز. اللهم كان جبت التوارخ. التوارخ موجوده كان الحاضر موجود، التاريخ والحاضر موجود كل شيء. دونك احنا باش نبداو بالفقره الاولى اللي هي نون ستوب. نعطيكم سؤال، هما خمسه اسئله، كل سؤال باش تقعدوا تجاوبوا
كل واحد فيكم عنده ثلاثه عنده الحق في ثلاثه اخطاء اللي يخلط ثلاثه غلطات النقطه تمشي نستجد بصديق ولا لا نحب نطلب الصادق قحبش لا استنتاج لا لا صديق ملك اللي يكون خدم العالميه لا صديق ولا تليفون لا لا والله آه. فوالا لا نتنقلوا هكا هكا مرتاحين ولا الناس كل مرتاحين دونك نبداو بالفقره الاولى نون ستوب به السؤال الاول اذكر المنتخبات المشاركه في كاس العالم 2022 كلهم كل واحد يقول اسم اسبانيا تونس استراليا دنمارك فرنسا برازيل سويسرا الارجنتين البرازيل عودها وين عودها اه عودها هذه لا لا تحكيم اكس اكارتي على البرازيل لا عاد لا لا هذه ليكس لولا لا ليكس لولا مازال عامل السن عاد التركيز ينقص شوي معناها ان بوين مازال عندك الحق في غلطتين اخرين زيد ان بوين معناها لا لا مازلنا نكملوا اه با معناها توبيخ هذا توبيخ فوالا اهلا وسهلا الكاميرون البرتغال غانا سويسرا سويسرا تقالت تقالت لا وين سويسرا ثانية سيد أحمد فما فار راهو بعد هاي شفت كلهم معايا ما عندك حتى أمل اللعبة في التيران بتاعي يخوي أدغال أدغال سكر مادي وين وصلنا سعودي اليابان هاي مغرب هاي كوريا الجنوبية كرواتيا قطر البلد المنظم كملناهم مازالوا برشا الولايات المتحده الامريكيه الاوروغواي اش نمشي في السياسه ايران مع بعضهم بجماعة ايران خمس اربعه دنمارك قلت اكس ايدي اكس الثاني نقطة تمشي المادي عبيد اول نقطة برافو له نقطة تمشي الحمد المادي عبيد هاي شباب لا 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 اما ما سهلة اللعب باه سهلة اللعب اي باشكوت السؤال الثاني السؤال الثاني هذا سهل عاد هذا ما اسالش منه تفضل اذكر لاعبين افارقة لعبوا في الدوري التونسي شكون تو معناها شكون يبدا السعدي معطينا تو يبدا احمد كينيت ماليتولي الربح هو اللي يبدا كينيت ماليتولي الاول قبيله تو يبدا هو ماليتولي كعبة بغداد بونجيه سالو تاجو لا سامحني انا السؤال نتاعي كان ناقص شويه لاعبين افارقه جنوب الصحراء يا اخي بغداد من لا تعملوا اكس ها شمال الصحراء لا 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 انا ما وضحتوش من الاول انحياز لا بغداد من دبي مو من افريقيا خلاني كل تبكي حتى انا خلينا نبكي زين جنوب الصحراء اش قال هو انا قلت ماليتولي قربالوان الرامو يعني كنجاك وجا لنجام وجا لنجام غلط الاسم تاع سما بس ليه معايا شوي سما غلط لا لا سالو تاجو سميتو سميتو لا ما تسالوش من غير ما سماهش سالو تاجو سالو تاجو اويلو ندور لك على جوال الترجي كله اي اي جد قدم عبد القادر كايت عبد القادر كايت كوناتي أمامه منه. سمي ده اسمه لقب. حتى أنا نقول كوليبالي فما 200 تأكل مرة نقول كوليبالي مرة سعيد كوليبالي مرة تشيل كوليبالي. عبد القادر كايت. مرة كوليبالي. ما دولت الحكم والمنافس. عبد القادر كايت. طب مش سميته كايت أنا. لا ما سميتهش أنت كايت. هو كوناتي عندك أنت عبد القادر كايت. عندك أنت عبد القادر كايت. إبراهيم كوني. دقة عيش خويا اسمه لقب. اسمه لقب لزافريكا ما شاء الله معناها. مايكل أوبارا. لعب في الإتوال ماهوش مايكل إيميكا غال إكس لولا إكس لولا شو هلاش التحكيم هذيت لعب السهل يجيبوا منافسين خويين معلم جايبيني من حمامات على ميكا شو اسمه ميلكا وبرا ردوا السيد باهي ركز على شكوية يا مادي بشوية يا مادي تخادم 5000 فتير في الحضريات بصوت وراء انسيهم انسيهم نادى شوية إكس لولا سيدا واضح تفضل سيش عطيه فرصة لا لا ليكش لولا لا لا قاعد يفكر قاعد يفكر انا راني مرحم لا هاي سيد عثمان وترى النوع لك مع جدود شوي هاري سوافور هاي جميلة حلوة تشالا تشالا
توا عندي بالة أخرى. خمسة. شنو هي بالة؟ أربعة. ثلاثة. بلاز كواسي. بلاز كواسي. نقصد سيري واحدة أخرى. وصلت بيك معناها. باهي. أبوكو لعب في نادي ريد سفاكس. أبوكو. أبوكو غلط عملوا كروة. لا أبوكو. أبوكو. أنتم تسميوا احنا نقولوا أوف الدار معناها شو المشكل. الشكل هو يختلف. باهي. نسمي الموجودين هنا هنا في نبدا بال فما بوكو لعب في نادي الفريق نحكي لك على لعب في سي اس اس أربعة تنجم تسمي نتاع نادي ثلاثة اثنين واحد اكس احمد الثانية تفضل مات سهلة اللعبة سهلة اللعبة حتى جمهور اعطيني سميني حتى جمهور نتاعي معناها شكون باه دانيال وانسي نجم نادي الساحل يانيك نياك عاودوا اكس سيد احمد النقطة تمشي المهدي في هابط في برشا سامي سان 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 في هابط تعرفها اللعبة في هابط مازال ثلاثة أسئلة في الفقرة الأولى يا دي شنو صار لي ما عادش تفكر جوارات أنا حاول ما تغزريش خاطر ما مش فيك أنا باهي يا سيدي السؤال الثالث أذكر منتخبات كأس العرب 2021 أنا تورا أنت باش تبدا أي هو كم هو بدا المنتخب التونسي منتخب الجزائر الجزائر عمان مصر سوريا البحرين العراق قطر ما اسمش قطر قطر يعمل ترر تاعك هاو لا تعرف شو المشكلة لا 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 لازم قدامي هكا باش نكون تعاود ما تعاودش المنتخب الاماراتي سوريا فلسطين سوريا عاودها لا لا ما قلت سوريا ولا قلت ايش قلت تونس لا 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 ما قلت سوري ما قلت لا ما قلت لا ترجع بالفار لا ما تعرفش كيف اي فار لا لا ما قلت سوري ارجع للفيديو فار مش نغار انا والله قلت العراق العراق قالت لي سوري قلت فمنتخب نعرف سميناه ولا لا مش نقولوا شنو المنتخب منتخب السعودي منتخب السعودي لا شارك بال ما قلناهش صحيح اما شارك بدوزيام كيف تقريبا صغار موجود كاو شنو مازال فما مازال فما زوز ولا ثلاثه مازال ثلاثه أكثر الأردن قلناها ما تقالتش لا البحرين لا قلت البحرين تقالت حتى برافو إكس. نقطة إكس, إكس. مش حتى نقطة برافو ترجع فيه راهو تسخفني أخي تو مو فيها مازالوا أتذكر خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد سيد أحمد الحمد لله واحد عامل خير في حياتي مازال السؤال الرابع تقدم بلي النتيجة ذكر المشاهدين في النتيجة النتيجة سي مهدي عبيد ثلاثة ثلاثة بلاش سيد أحمد صفر بلاش ثلاثة صفر ثلاثة صفر لا لا ما هزل هذي قلت لك اللعبة أذكر أندية عربية من خارج القارة الإفريقية سهلين جيبونا حاجات ما أصعب العين الإماراتي الهلال السعودي اتحاد جد نصر السعودي استنى عاد يشاركوا في الواحد ولا كيف تسمي سمي أندية عربية تقعدوا تسمي تسمي له الدوري السعودي كله سمي على روحك سمي على روحك سهل عاد مولودية الجزائر فيصل الأردني لا لا خارج من خارج لا ما زلت ما بديتش نسمي لا لا بديت مولودية مولودية سيد أحمد رايك يرحم بوك لا أنا لا خارج القارة الإفريقية موت عليها اللعبة ذي لعبة سهلة أخوي لا كيف الشرق الإمارات الشرق الإمارات الكويت الكويتي الكويت الكويتي هكا بتاع نورمالمون شدوا لا شدوا الحساب مريك سهل عاد اعطيني شنو هي سهل خمس ابها ابها السعودي كاظم الكويت كاظم الكويت اهلي جد الفحيح الكويت مشكور قادسيه الكويت فنجة العمالي الشرطة العراقي تليفون شو اسمع جمعية اسمها التليفون اليمني نادي لا فما فما تليفون بني شويف في مصر نادي الذيب الإمارات فما جمعية فما حسب غرات فما نادي الذيب الإمارات الذيد 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 فما ولا فما نادي الذيد الإمارات الذيد الإمارات لعب فيها العروسي لا لا سامي لا لا مش سامي العروسي العروسي بتاع سيابي زياد فما جمعيه يحبها فما جمعيه يحبها حسام غراد هي في العمر في عمان ما نجمش نقولها قلت سلام على حسام في ليبيا جمعيه ليبيه اللي يقصدها
عندك مهدي خمس فما جمعيه لعبت كونتر اسبيرونس قبل البطوله العربيه زيد زيد ثلاثه الهلال الهلال اليمني ولا ذكرها احد السعودي احد السعودي الفيصلي السعودي هاجر السعودي الهلال باهي الوحده السعودي الوحده السعودي الاهلي السعودي الاهلي السعودي ثانيه ليك جاقته كهلي جدا الاهلي الاماراتي لا لازم غير ما تسمي عاد تو مش عنده هو خليه عندك انت ليكس الثاني لا نحسه فما انحياز لا ليكس الثاني شباب دبي اهلي شباب دبي ردها نستطع نادي العروبه العروبه مين يجيب فيهم يجيب كانك في الاقسام السفلى يجيب فيهم الرائد الرائد التعاون السعودي التعاون السعودي الاتفاق العربي الكويتي ننتقل الآن إلى دولة قطر أسد القطري أسد القطري أمشي مشي مشي معاه لا الدحيل القطري يعني نمشي ونمشي والبلاد نمشي معاه ما شاء الله الدحيل ليكس الثالثة ليكس الثالثة سيد أحمد العربي القطري صحيح ليكس الثالثة سيد أحمد الدحيل فما ولا فماش فما يا دي الدحيل الأخوية ما فماش الأخوية ما عادش فلت الدحيل لا 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 الدحيل موجودة لا الدحيل موجودة لا 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 حيل نستاهل مادي ودي ما ربحوا برشا ببلاش نعملوا كيكس وسهله برشا ببلاش نعملوا كيكس على المغالطه دي اللي صارت صحيح صحيح كلامك تبعني في قطر نمشي في قطر راح على الغرفه نقعدوا في قطر كما تحب انت سيدي مرحبا بك انت تبعني ما تندمش معايا الوكره صحيح ما عندك حتى حاجه اخرى هكا تنجم تجتهد شويه الريان نادي المرخيه قول لا زاد نادي المرخيه فما ولا جمعية لعب فيها محمد كانتي دي في النجوى الرئيسية لو سيد جاب لنا واحدة تلعب في القسم الثالث ولا الرابع ثاني الساعة فماش ديفيزيون تروا في قطر فما كان دو ديفيزيون كا باك عامل دو ديفيزيون مغروم برشا بقطر أموري خويا نمشي للأردن الفيصلي الأردن قال فيصل الأردني ليكس الثالثة ليكس الثالثة سيدة فيصل الأردني قال فيصل الأردني والسعودي زوز قال مو اي زوز صحيح شنو الجمعية بتاعك ماتي انت نعرف ريال مدريد انت نعرف يعطيك صح هاي سؤال الخامس ريال مدريد سيدة أحمد انا نحب اللعب الجميل اللعب الجميل اصلوا على تونس احمد جمعيته شني اصلوا على تونس كان يقول احمد والله انتوا على تونس هذا والله يقول احمد على تونس معناش يكون يحب سكوب عالمي لا لا اقسم بالله ماناش انا جايب سيدي احمد نحب نلعب ما يحبش لو جيتي في ساعه سعيده خاطر ربح اربعة لا لا انا اخويا باش نطعن في الماتش قول انت لا اخذتوني على حين يغره نمشي للطاس سيدي احمد به السؤال الخامس اذكر لاعبين برازيليين سابق أن لعبوا في ريال مدريد سيد أحمد مارسيلو أو تواي مارسيلو رودريجو تو سابقين فينيسيوس جونيور كازيميرو برازيليين لعبوا في ريال مدريد خمس أندريك رونالدو داليما النسخة الأصلية رونالدو داليما كاكا ايه روبينو ديما متقدم عليا يا معلم حاضر ديما حاضر ميليتاو باه مقبله بسيش شنو تشكك فيها زاد هذي هاي روبرتو كارلوس روبرتو كارلوس منين جبتو يا معلم بداو يوفاو هما راهو بالرسمي بداو يوفاو مازال في مخي مازال انا اللي عندي في الورقه مازال وبرشا دي برشا هما لعبوا برازيليين فيه اما هات وين المخ هاي هاي سيد أحمد خمسة أربعة روبينيو قلناها قلناها نرمى ما بتقولولوش قلولوش نرمى ما عاش تسأل السؤال هذي ثلاثة اثنين واحد ليكس لولا سيد أحمد برازيلي خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد يكلوا لمادي أول إكس عملتها في حياتي فينا نقعد في عندك نفس السياق نفس السياق ضيعتهم برازيليين في الرياضة سميناهم خمسة بابتيستا أربعة أوه جميلة خوليو بابتيستا حلو عندك مادي حلو خمسة وجمعية الرياضة أربعة وبرازيل بلدي تاني اثنين
واحد ليكس الثاني. والله حلمهم يعملوا اسم مع مهدي عبيد. والله حلمهم يماركيو بوا مع مهدي عبيد. ليكس الثاني مهدي عبيد أحمد. حلمهم يعملوا 4-1 مع مهدي عبيد. نعطي خل ركز ده. خل ركز في خبر. 5-4-3-2-1 ليكس الثاني سيد أحمد مهدي. أخوي. الخم خم. هاي في بالي بيك تخم. ضعولي والله ضعولي. فما وقت. جيبوا لي قهوة. 5-4-3-2-1 ليكس الثالثة وأول نقطة لأحمد الصالحي. أول نقطة لأحمد. صباح. نمشيو سيدي تو نتعديو للفقرة الثانية. 4-1 تو. 4-1 النتيجة. صالح مهدي عبيد. تحكي ما معك راه. لا منش في بالك أنت قاعد تبدأ عندي ثلاثة جولات على بعض. لا لا. لا مريقلين جونا به الفقره الثانيه سيدي اسمها انزل على البوطون فماش هو اليوم بالطبيعه ما فماش بوطون انا جبت لكم حاجه اخرى خير من بوطون شنو هم نطلع لكم تو مفاجاه تو حتى الاعداد في بالهمش بيها مرة بالله والله جبت لكم فازه اخرى عالميه حلوى حار والله حلوى حلوى حار نعرف كل تخرويش نتاعها هذاك تخشخيش نتاع لك اخر حلوى كل واحد قدامه كعبه لا خليها غادي مش تفهم انت لا اللي باش يهز كعبه الحلوه لو جايزه هذه معناها اي اي جايزه في الاخر هو يتكلم نعطيكم بطه ونعطيكم تنزلوا تروحوا بها على 20 فرنك ما عادش ب 20 يا حصر ب 100 ولات يا حصر نبداو بالسؤال الاول كم دوله استضافت كاس العالم هكا كم دوله كاس العالم هكا كم دوله يستنوا شويه صحيح عندكم وقت راه إيه ما كيفاش نطلعوا معناها اللي باش يهز الكعبه الاول هو باش يجاوب الاول راه باهي انا باش نبدا ندقز شويه خاطر كان تعطيني الوقت نجم نطلع قداش نعطيك نحسبهم نعرف لا لا فما وقت فما وقت باهي 12 غلط 14 غلط غلطين هما 17 دوله حيت باهي السؤال الثاني تو حتى واحد فيكم خذ النقطه 0-0 تو وسعيد تحسوا فرحان مازال عندي الوقت باش نجم نعدل ولا شيء هو اقرب راه نورمال نعطي له البوان اقرب لك لكن نورمال نعطيه له البوان هو قال انت قلت 12 هو قال 14 اه من المفروض ناخذ انا البوان 4-2 هذا وقت انا اللي لا لا هكا هو الاقرب مالنا شنو ندخلوا في سيدي محرز لا يا خيتي باش تتنا باهي سيدي نمشيو السؤال الثاني من اللاعب الذي يرتدي الرقم 20 في نادي تشيلسي ما حفظتش النمبر تو هذا تو 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 لاعب معروف رحيم ستيرلينغ لا تهز الكابت الحلو وتجاوب ستيرلينغ ستيرلينغ ماهوش تشيلسي ستيرلينغ توا مشى لارسنال ارسنال غلطة عفاتش نوامر بالمر بالمر صحيحة نقطة تمشي لمهدي عبيد ملعبيد ملعبيد هذا شكون يحكم انا مهدي عبيد قلت لكم لاعب معروف معناها شوية شكون لك ستار نتاع ليكيب معناها توا في تشيلسي هي اللي بعده اللي بعده السؤال الثالث أكثر فريق تعادلا في تاريخ الدوري الاسباني في تاريخ الدوري الاسباني اه معلش المعلومه على الاقل اعطينا اربع كيبات اكثر كيب عملت اكسوات في تاريخ الدوري الاسباني اتلتيكو مدريد ريال بيتيس كم مشيت مع اتلتيكو بالباو بالباو وعلاش ما خليتناش نزيدو نحاولوا لا كل واحد عنده محاوله واحده تعرف ان علاش قلت مدريد اتلتيكو خاطر خاطر تيلمو تيلمو سيميون يلعب هاي ديما نسكر التالي يوفا 3-3 في فين 0-0 اما حتى اتلتيكو بلباو ايكيب الباسكيه والباسكيين معروفين بالخشونه نتاعهم صحيح محاربين معقول معقول انا كنت نمشي شويه الملقا وكجمع ذوكم وجمع اللي شادوا برشلونه ساعه دونك هذوما زوز اسئله ما جاوبتوش عليهم برا لا اخوانا النقاط نتاعهم وبالمر نمرة 10 قول بالمر سمحت ثلاثة أسئلة هم 5-1 السؤال الرابع من سجل هدف سمي بهدف القرن مارادونا ما هزش حلوته ما هزش حلوته أنا هزيت حلوته وهز لولو جوك دياغو أرماندو مارادونا لا عادل احترام القانون خويا ولا يغم القانون نحن مغفلين خويا ما نحبش الحلوة ذي قانون نحن مغفلين مرسي سيدا نبلاش في الفقرة هذه اما هما في الجملة 6-1 احنا نشوف بالجملة مشوش بالفقرة كل فقرة واحد بالجملة 6-1 به سؤال 5 من اللاعب التونسي الأكثر تسجيلا للأهداف عصام جمعة غلط ما بديت خلي كمل أكثر تسجيلا للأهداف في رابط الأبطال الإفريقية هذه يا أخويا هذه جميلة دراجي
والجواب صحيح ثبتين على الزيتوني في 14 انت ذكرت على الزيتوني دراج مناصفة مع قبل 0-0 في اخي مدثر الطاهر وجاكسون موليكا دثر طاهر تاني هذه نورمالمون ياخذ عليها على الاقل 3 نقاط ولا 5 بوان نورمال على غالب 6-6 على غالب الاربيتر ما حبش معلم 6-2 راه ايوا لينا 6-6 مازال مازال ينجم يرجع مازال صباح ينجم يرجع ينجم يرجع شوف كيف والله في بين علي زيتون لا لا علي مره قال لي انا بيتور تشامبيونز ليغ في التاريخ لا لا ما علي علي قال ممكن في المسابقات الافريقيه الكل اما في الشامبيونز ليغ اسامه دراجي 14 هدف باي اوكي شكرا على المعلومه نمشوا للفقره الثالثه الفقره الثالثه هي اسمها نجم الملاعب نجم الملاعب هذه باش نعطيكم مسيره نتاع لاعب وانتم تعطوني اللاعب هذا شكون باه هي الاجابه لا لا سي بون كملنا الحل نجم فهمت شكون يجاوب الاول واللي باش يجاوب قبل ما نكمل انا المسيره ياخذ دو بوين كيما عملت تاع السم جمعه مادوش لازمك تتخاذل في هذه قرب شويه باش يبدا فما تشويق في الماتش لا عندك حتى امل خويا باه حتى لا لا عنده امل لا يتفضل سالين الجوهره سالين برا بلا ابدا به اعطيه فرصه مسي لا لا مش ندق بين زوز بينكم زوز شكون يجاوب الاول انت يحسب روحك ما سمعتش اللي يجاوب الاول باه اللاعب الاول هو لاعب حالي مازال ينشط بدا مسيرته في سان إيسيدرو الاسباني برشلونه الاسباني تشيلسي الانجليزي روما الايطالي لازيو الايطالي لعب كان في هذم لعب كان في هذا سيد احمد ما عرفتش اعطيني الاجابه ما عرفتش لازيو ما عرفتش لا ما عرفتوش سهل باه من نجوم من معروف بالهدف في الفينالات باه من الجيل الذهبي نتاع ميسي والجماعه ذوك اللي طلعوا في من 2009 ومهاجم 2008 بيدرو رودريغيز اجابه صحيحه سيد احمد بيدرو معقول ارتور بديت أقلص في الفارق 6-3 4-3 6-3 هذه كل جولة هذه متى قديش هي فيها خمسة أسئلة لحظة برك هما خمسة أسئلة ينجم وليو 10 نقاط راه سكور قديش هما طول نجم وليو 9 نقاط شوية آخر دقة 6-3 به اللاعب الثاني لاعب حالي مازال يلعب زاد بدا مسيرته في جنوا الإيطالي بادوفا الإيطالي بعد رجع جنوا الإيطالي سهلين ميلان الإيطالي موناكو الفرنسي ميلان الإيطالي روما الإيطالي شانغهاي الصيني وروما الإيطالي لا تو مش سهل لهم برشا خويا انا ما عنديش باهي كان هو في ميلان كان ستار لول بريسك ولعب في منتخب إيطالي لي عندك هيك هتقول له عليا عندك هيك الشعراوي الشعر ستيفان شعراوي ستيفان شعراوي ومانيش فرحان ما تغش قلت له عليا ما قال ما لا ما تغش يعني عايش سميتليش موناكو سميتكم موناكو النقطة دي مشات ال لا ما عاد ما قلناها عاد ما هو لا لا قلتوها أصحاب شنو لا عاد هذا ولا تغورة تو هو لجنة التحكيم نورمال ما يقرب لكم شكك برا ياسر قرب هاي تركيز باه اللاعب الثالث عطي حتى جنسيته لاعب نعطيكم تحب نعطيكم قديمة لا كمل لنا في نفس السياق نعطيكم واحد قديم باطل مازال فهم نفسه فيش تعود بسيش ناكل حلو لاعب كول على روحك اللاعب الموال هو لاعب معتزل ده مسيرته في غونينج الهولندي بي اس في اندهوفن هولندي ارين روبن صحيح دوبوان لا مازال ما كملش اي انا قلت لك نجم سمي قبل ما توصل المسير ما عندك حتى امل جيب مروان تاج دبوس ومختار وش مع الكل قداش سكور تو زون ميكس 9-3 وكل برامج حتى امل 9-3 سي ضحك يلزمك تختفى ما يسيرش عندك 3 محاولات انت نجم تجاوب وانا مازلت في وسط الحياه التجارب خويا باه اللاعب الثالث هو لاعب حالي بدا مسيرته في أتلتيكو مدريد خيتافي ريال مدريد يوفي ريال مدريد تشيلسي أتلتيكو مدريد مورات صحيح قديت او اكتساح 11-3 المعلم مش قال 11-3 هاي سيد احمد فيق لي شوي باه اللاعب الرابع هو لاعب معتزل بدا مسيرته في ديم بوش الهولندي
هيرنيفين الهولندي، بي اس في اندهوفن الهولندي، مان يونايتد الانجليزي، ريال مدريد، هامبورغ، مالاغا. فاندرفار غلط. فان نيستلروي. برافو مانشستر. برافو. انا مشيت الفان وبعد دورت الفار. فاندرفار ما لعبش في مانشستر، لعب في الريال. لعب في الريال ولا دونك. هذه كانت الفقره قداش النتيجه الرابعه الثالثه سامحني 11 4. مش خايف، مش بعيد برشا. اكتساح هذا. بس نمشوا الفقره الرابعه. الفقره الرابعه هي باش نعطيكم زوج جوارات، نسميكم زوج لاعبين، وانتم تعطيوني الفريق المشترك بيناتهم. مثلا نقولوا احنا باش نعطيكم مثال في تونس، مثلا نقولوا احنا زيد الجزيري سيلفا دو سانتوس، زوج لعبوا في النجم الرياضي الساحلي. اوكي باي باي جميل. هذا الفقرة هي تيم. ما هو الفريق المشترك بين فرانك لامبارد وريو فيردينون؟ وريو فيردينون ليدز. غلط. كل واحد عنده حق في ثلاثة محاولات. منتخب فريق فريق فريق. عود لي عود لي. فرانك لامبارد وريو فيردينون. وريو فيردينون ما هوش من توب 6 في الانجلتير. ليدز. اي لعب شو اسمه في ليدز. اي اعطيتكم انديس انا واحد اخر. ما هوش في ليدز. بلاك بير. لا فرق وسط ترتيب لعبوا زوز في الانجلتير. سام سام فرانك لامبارد وريو فيردينون. ويست هام. ويست هام يونايتد. الإجابة صحيحة. لا عدت يا كريك. لا مش بال اللي جاوب له ويست هام تجازة. ويست هام. لا مش تجازة. تعرفوا وقت ايش لعب في ويست هام اصلا؟ ويست هام مش تلبس هي لو مريونة شنو اصلا. لا مش للدرجة. راو الإجابات هذوما عليهم دو بوان. دو بوان بتاع شنو؟ الأسئلة هذوما عليهم دو بوان. قلبتوا البريم ولا شنو؟ لا ما قلبناش البريم. معنى بكري وأنا نعيط. لا خاطر هذوما أسئلة أصعب من اللي قبل. قلت ليش خويا دونك نحترس. عليهم دو بوان. برا ميساج ميساج عطيه. 11 عطيه. 11 6. ما هو الفريق المشترك بين مارسيلو وخامس رودريغيز؟ ريال مدريد. إلا ريال مدريد. غير ريال مدريد. غير ريال مدريد. إلا في الحياة. فما 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 إيكيب واحدة أخرى لعبوا في فلومينينسي. لا مش الا في الكوره. انا عاود شكون شكون؟ مارسيلو وخامس رودريغيز. بشكتاش. لا لا اللي جاوب له. اللي جاوب له في كيب في تركيا. اللي جاوب له اعطيني اسم كيب. فنرباتش. فنرباتش. لا غلط. فنرباتش. كل واحد فيكم مازال عنده سراي. كل واحد فيكم تو مازال عنده محاوله. جالاتا سراي. غلط. بشاك شهير. غلطين الزوج في تركيا. تغلطني مشيت مع مارسيلو في اليونان. اولمبياكوس. اولمبياكوس. اي 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 يلعب في اولمبياكوس. من خرج من ريال مدريد ومشى مارسيلو. مشى ديريكت اولمبياكوس. يبدا منافس ضعيف يحول الوجه ملك ديفياسيون. انت علاش تبع فيه تو؟ انت قبيله تلوم عليك ايش تبع فيك. مازلنا 11 5 و 6 11 6 مازلنا. مازال النجم يعدل. ما عدلش ما عدلش. ما هو الفريق المشترك بين اريان روبن وتشيفشينكو؟ تشيلسي. 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 اي اجابه صحيحه عند السيد احمد. 11 8. سبحان الله. اوكي نشم في ريحه رومونتادا. نشم في ريحه رومونتادا. التنقيط تبدل سبحانك يا ربي. لا لا غازروا بين بعضهم ثلاثه والله لغزرنا اربعه. باهي لحظه صح قمت من بحذاك انا. قلت انت فما فما شابيتر على زوز. اي قلت كي جاوب قبل. هذاك في السؤال في الفقره اللي قبل. وجي على ثلاثه مره. بالحق. لا لا هذه الاخيره. هذه تكسر نقطه على الاحتجاج. شوف فقره كملنا. اخر فقره مازال زوج سؤالات وفات اللعبه فيهم اربع نقاط. اللعبه كله فيه فيهم اربع نقاط. النجم نربح معناتها هنا. النجم يربح. يدي ما عندك حتى. لا لا هو تنقصوا له نقطه خاطر ياسر يناقش في كل اربيتر ويناقش. نزينوا في السكور يزيدوك نقطه على الهندام. معناها في مش ما تخلص على المرايات. سيد احمد لازم تحط في قلبك وتجيب. بدلوا له دو بوان بشيء. ما هو الفريق المشترك بين أليكسيس سانشيز وراديميل فالكاو؟ موناكو. لا أليكسيس سانشيز روما. كل واحد فيكم عمل محاولة. مازال عندكم زوج محاولات كل واحد. الانتر. مانشستر. لا باه نعطيكم تو مازال عندكم كل واحد محاولة باش نعطيكم انديس. ماهيش في اوروبا. أليكسيس نتاعنا هذاك نتاع تشيلي والاخر فالكاو خونا بهش كولومبيا الاخر. وما لعبوش في بلادهم الزوز. هاي شو ما لعبوش في الليكيب ماهيش في بلادهم الزوز. لعبوا في تشيلي وماهيش في كولومبيا. يعني لعبوا في البرازيل والارجنتين.
نزيد نقرب لكم اخر انديس في الارجنتين في الريفر بليت. الريفر بليت زيد من رومونتادا من رومونتادا يا مدوش من رومونتادا 11 10 رابح مازلت رابح زيد قداش توا 11 10 رومونتادا تاريخية توا حلمهم يقلصوا فارق مع مهدي عبيد حلمهم شو اللي حلمه يربح مهدي عبيد تبدل الدو بوان واللي دو بوان معناها انا نكلت من بكري عندي ساعتين جاوب على ام بوان توا اللي دو بوان رومونتادا تاريخية صدقني سمح في بالي به لحظة ساعه قانون اللعب عليك وعلي هو زوز هنا ملعب سكرة نعملوا بوز قبل الصالحي يقلص الفارق نعملوا بوز الصالحي اتجهنا وحدث المفاجأة برجولية شوفوا مدوش ماذا حدث له غادر غادر البرنامج سيد حب فقرة ثالثة توفى اللعبة لا لا سؤال الأخير تفضل وسؤال الفيصل النتيجة 11 مادي عبيد 10 سيد احمد الصالح بالغدر مش بالغدر بالظلم بالقانون بالحجة والقانون حسب الله والعمل ها منظومة فاسدة ها أنا بطلت منظومة لام بالرسم منظومة فاسدة أنا بطلت يا اخويا ما تحبونيش نزول البطولة ننسحبوا أنا بطلت نلعبوا احنا ونصرفوا نعم ما عادش تشاركوا يا اخويا اخويا الصحفيين كنتوا تلوموا على الرؤساء الجمعيات وليتوا كيفهم يا اخويا ما هو الفريق المشترك بين فيليب كوتينيو وويسلي شنايدر؟ اوه صعيبة دي سهل على الاخر ليفربول؟ لا ريال مدريد لا عندك مازالت عندك اجابة واحدة الانتر انتر ميلانو مهدي عبيد كاو سفا احنا نسلم على بعضنا نزلوك ولا نروح مبروك ميرسي نروح صعب ليش 13 10 يا اخي هيك حدنيتك شربحني انا والله اشفع فيك سؤال اخي في بالك كل عملته فيه لما انك كوم كوم تغشش واحد وكل شيء بصراحه هزيمه مذله لا 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 والله صدقني هزيمه في طعم الانتصار بالنسبه لي لا انا نشكر الجمهور هزيمه مشرفه بالعكس هزيمه لا الهزيمه عمرها ما تكون مشرفه انا عوامل خارجيه خلتني نخسر شنو العوامل الخارجيه سيدي يعني التحكيم بصراحه التحكيم وارضيه الملعب وضغط الجمهور الارضيه والملاعبيه مش خالصين يعطيكم الصحه سيد احمد يعطيك الصحه والله ما احلاها تعمل كيف والله انتم 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 روحكم الخفيفه سطر الله هي اللي حلت الجو الكل عايش يعطيكم الصحه عايش كنت حاب تقول كلمه سي مهدي العبيد اللي تفرج فينا انا نحب نقول للناس ريتو معناها في الاخر راه صحافي انسان عادي نقعدوا هكا ونفدلكوا ونضحكوا كذا ما انا حتى في حياتنا عادي عم نحكي نكته صغرونا انا في الوسط مش نكته برشا معناها انا قبل ما نجيكم مثلا كنت في قرب علقت على ماتش فما شكون ورايا ديجا قاعد في المدار الشد ماتش كامل يا مهدي عبيد يا مهدي عبيد حدا ما يعرفنيش ولا يعرف يدعي لك يا عبيد يدعي لك قصدي ينوع شويه يا عبيد معناها والله تغششت شويه يعني عندك الحق قلت معناها الناس ما تراكش مثلا كيفاش هكا في حياتك تعيش عندك صحابك عندك عائلتك ناس تحبوك عفوي كذا وبالتالي ريت حاجات هذو ما يشكلوا في تونس للناس اللي احنا مشكلة ونعيش وكيف ما عادش نقبلوا للرأي الآخر وما عادش نقبلوا صدقني يا فما أصلنا فما حتى رأي من اللي دخلته سيد شاد معناها مهدي عبيد فقط فهمت معناها فما بالك انت ايش يصير لك في استادات فما بالك سلام فما بالك غيره ما تعيش معناها راهو في الآخر احنا ناس عاديين جدا ولاد بابا الله نضحكوا نشيخوا نعملوا كيف نعملوا جو معناها مارس في مهنتك كأي واحد كما ما نعرفش انا كما الجزار يقوم الصباح يمشي معناها والله بعد ما تغششت انا من الماتش هذاك من لساني ولا تفرهدت معاكم فوالا هذه الربطه الحمد لله وخليت احمد يرجع شويه في السكور لا لا هو راه مشكل ثم فئه واسعه من الجمهور الرياضي يعتبر الانديه نتاعو والمسؤولين هاتوا شابل مقدسين يعني غير معرضين للنقد هو بريتو اخي هو الانديه شنيه وقال المسؤولين هو يعملوا في عمل انساني معناتها معارضين للخطا ونجم يعمل دي شوا واحنا كي ننقدوا راهو بالنسبه لهم انت كي تنقد جمعيه راك ضد وراك بيك وش بك تكرهنا احنا هذيك طبيعه العمل نتاعنا تقتضي باش تعطي رايك انت تعطي ورايك ماهوش احنا حتى احنا الاراء نتاعنا ماهيش بطبيعه ساعات نخطئ ساعات نصيبك وهذاك هو يقعد مجرد راي ما نتكلموا من غير خلفيات من غير حتى شيء وكا هو اما احنا المشكل ولينا ما نقبلوش الراي المخالف
خاطر ما تربيناش على أن نحترم الرأي الآخر. صحيح. ما تربيناش على ثقافة الاختلاف للأسف الشديد. معناته أنا كي نختلف معك في الرأي ولا نوقدك معناته أنت راك عدو وأنت تكرهني. هذه ثقافة أصلت فينا ويزمها بارشة وقت وأجيال باش تذكرنا بالنتيجة. أخويا راغب في الكتاب علاه تنكد عليه؟ راه وبلعاني يحول في الوجه. علاش تنكد عليه؟ أحمد سلام يقول لك والله احنا الرأي والرأي الآخر. خويا علاش تنكد عليه؟ النتيجة مش عريضة 13 حديث رغم الظلم رغم ستة بونت ومسمها بطولك معناه. خويا يعطيكم الصحة نهنيك والله محلاها اللعب. عايشك يعطيكم الصحة مع منافسين هناك. مازلت باش تعاود تجيب حدايا روح رياضية مساج سالموا على بعضكم مساج بوس 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 يعطيكم الصحة. دونك يعطيكم الصحة الناس الكل اللي تابعتونا اليوم. اقعد اقعد الاولاد لحظة برك كملوا جست فينيش. يعطيكم الصحة اللي تابعتونا اليوم. اي واحد يتفرج فينا تو ينجم يكون موجود في الطاولة لهنا ويلعب معنا. الناس الكل اي واحد يبعث يحب يشارك يبعث مساج على الباج سونغون وبقدر تربي يكون موجود بحثنا لهنا. ان شاء الله تعجبكم الحلقه اكتبونا لي كومنتير واعطيونا رايكم على خير.